السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي أنفو فرح. في هذا الفيديو بغيت نقول لكم معلومات مهمة خصوصا للناس اللي دخلوا يعني جدد لفرنسا ولكن ليس لهم يعني إقامة قانونية، يعني سون بابي. كيكون يعني الشخص عندما يدخل أول مرة لفرنسا ما كيكونش معرف معلومات مهمة تقدر تفيده، خصوصا أنه كيكون في وضعية غير شرعية، ما عندوش مجموعة من الحقوق يعني وحتى الإمكانيات المادية، كيبقى يعني في أول المطاف حاير ما عندوش معلومات. هذا الفيديو بغيت نعطيكم معلومات مهمة يعني خصوصا الأشخاص اللي دخلوا جداد ما يكونوش عارفين. من أهم المعلومات الأولى هي أن الأشخاص، الإنسان من كيدخل أول مرة يقدر يتوجه لمجموعة من الجمعيات، هذه الجمعيات الخاصة بطالبي اللجوء وكذلك بالأشخاص اللي ما عندهمش يعني إقامة قانونية. هذه الجمعيات يقدروا يعطوكم معلومات مهمة حول مجموعة من الحقوق التي يستفيد منها حتى المقيم غير الشرعي بفرنسا، حتى لو ليس له يعني إقامة قانونية. وكذلك اللي كيبغيو يطلبوا اللجوء كيعطوهم معلومات مهمة كيف يمكن طلب اللجوء، أو اللي مقيم غير الشرعي يعني يقدر يعطوهم معلومات، خصوصا أن الشخص اللي كيدخل أول مرة إلا ما عندوش يعني أدغيس، ما عندوش عنوان مستقر، يقدر يعمل على هاد الجمعيات العنوان ديالو. الجمعيات كيقبلوا، مثلا أنا غادي نعطيكم سميت واحد الجمعية المتواجدة في منطقة ليل في شمال فرنسا، سميتها أيضا، يعني جمعية كتساعد طالبي اللجوء. غادي نعمل لكم الاسم ديالها والعنوان في صندوق الوصف لمن يرغب أن يتصل بها. يعني هنا إذا ما عندكمش عنوان قار تقدروا ديروا دوميسيلياس يعني العنوان على هذه الجمعية، كيديروها لكم يعني الرسائل ديالكم وكل شيء، يعني المراسلة ديالكم كتجي على هذه الجمعية وانتم كتمشيو لها. هي متواجدة في مدينة ليل قرب ما يسمى لاغي ديال المترو وازين، حدا المارشي الكبير اللي كيعرفوا منطقة ليل، يعني تما في غي دو لا جيستيس. غنعمل لكم العنوان ديالها، تقدروا ديروا في جوجل وكتلقاوها. يعني زيادة على الجمعية انها كتساعد طالب اللجوء، كتعطي حتى وجبات غذائية للاشخاص اللي ما عندهمش امكانيات يعني المواد الغذائية، كتعطيها لهم في الصباح، كتساعدهم بواحد يعني بالاكل مجانا، يعني كتساعدهم لانهم يكونوا في وضعيه، يعني خصوصا الاشخاص اللي يكونوا في وضعيه جد صعبه يقدروا يستافدوا من هذه الاكلات. يعني زياده على المعلومات وكما قلت حتى العنوان، يقدروا يديروا العنوان ديالهم تما مؤقتا حتى كيلقاو يعني حتى كيكريو ولا بغاو يكريو وياخذوا عنوان خاص بهم، يعني هذا كيبقى لهم. بالاضافه الى ذلك غادي نقول لكم على معلومات اخرى عن ان في فرنسا تقدر تستافد من واحد البطاقه الصحيه، يعني اد ميديكال دو ليتا ام او، ولكن باش يستافد الشخص من هاد لاكارت ميديكال دو ليتا يعني الاد ميديكال دو ليتا، خصو يبين بانه قعد هنايا في فرنسا 3 شهور. خص بالادله، يقدروا تمشيو تشيو لا ميتيو سيكوريتي ديال لا ميتيو تسولو، كي يطلبوا منكم ان يكون عندكم دليل بانكم على التريتوار فرونسي على الاقل 3 اشهر باش تدفعوا طلب الاستفاده من هذه البطاقه ليد ميديكال دو ليتا التي كتخليكم تمشيو للمستشفيات الفرنسيه وتستافدوا مجانا من التطبيب وكذلك الادويه. يعني لان الشخص يعني كلنا نعرف ان كلنا معرضون للامراض، ويعني والواحد اللي ما عندوش لاميتويل صعيب يمشي يداوى في اوروبا لانه كتكون تكلفه كبيره. لذلك هاد ليطا يعني من ناحيه حقوق الانسان هما كيعملوا هاد البطاقه لهاد الاشخاص الوضعيه يعني غير قانونيه ووضعيه هشه، كيستافدوا من هاد البطاقه. حتى طالب اللجوء كيستافدوا منها في ديك الفتره الاولى حتى كيجاوبوهم على الطلب ديالهم اذا كان مقبول ام لا. كما قلت ان هذه البطاقه باش تستافدوا منها خصكم تبينوا بالدليل انكم هناك 3 اشهر هنا في فرنسا. وباش تبينوا انكم 3 اشهر كيطلبوا منكم انكم تذهبوا عند شي طبيب يعطيكم كونسلتاسيون، ومن بعد 3 اشهر تقدروا ترجعوا. ولكن الانسان باش يمشي عند ان ميدسان سي شير، يعني ما عندكش لا ميتويل. هنا كانت هنا غادي نتكلم لكم على ميزون دو سوليداريتي،
يعني كما قلت كاين هناك لاسوسياسيون انسيرسيون دي دوموندور دازيل، يعني ايدا هذه اللي قلت لكم. في انا كنتكلم سورتو اللي يسكنوا في منطقه ليل في شمال فرنسا، يعني اللي في باريس، ولا يعني هناك جمعيات اخرى يقدروا يمشيوا عندهم ويستافدوا ويسالوا. يعني نفس الامور كتكون في جميع انحاء فرنسا، ولكن انا كنتكلم بصفه خاصه على منطقه ليل لان هذه المنطقه نعرفها جيدا. عندك اسوسياسيون انسيرسيون دي دوموندور دازيل ايدا، هذه الجمعيه كما قلت هناك قرب المارشي ديال وازان، لا غي وازان دو مترو، في لا غي دي جيستيس. غتشوفها راه عندها الاسم ديالها باين كبير، وغادي نحط لكم العنوان في صندوق الوصف. زيادة على ذلك هناك كما قلت ميديسان سوليداريتي دو ليل في مدينة لوز، هي قريبة جدا من ليل. هاد الميزون دو سوليداريتي يعني الاشخاص خصوصا اللي في وضعيه غير قانونيه باش يمشي يستافدوا من التطبيب مجانا وكذلك من الادويه، يقدروا يمشيو لهاد لا ميزون دو سوليداريتي دو ليل في منطقه لوز. راه الا كتعرفوا المترو اوغا سونتي، يعني لا فان دو اوغا سونتي، كتاخذوا البوس البريمي اري البوس لين، المهم سولت تما راه البوس اون فاصل لاغي ديال اوغا سونتي بوست بورت دي بوست جو كرو، هذا هو لا لين كياخذك لو بروميي اري جيد، يعني اول اري كتنزل فيه جيد سميتو جيد، تما كتمشي. يعني تقدر تسول اي واحد ولا دير في جوجل، كتعرف جوجل ماب تعرف المكان ديالو، راه قريب لتما. هذه هي ميزون دو سوليداريتي في منطقه لوز، هنا كتلقاوها هاد من هاد الميزون دو سوليداريتي، كتساعدكم مجانا في التطبيب الى حين تاخذوا ديك لا كارت دو ليد ميديكال دو ليتا. هما اصلا هما اللي غايدوا لكم الدوموند الا مشيتوا لتما، يعني اول كونسلطاسيون كي تمشيو عند لاسيستونت سوسيال وغادي لكم يعني لو دوسي ديالكم. ابخي كتمشيو عند لي ميديسان تستافدوا جميع يعني اختصاصات الميديسان، يعني كاين هناك بسيكولوج جينيكولوج ميديسان جينيراليست دونتيست، يعني كيستافدوا من جميع الخدمات مجانا حتى كتفوتوا 3 موا، هما كيدفعوا لكم لا دوموند بوغ ليد ميديكال دو ليتا، ديك لا كارت ديال ليتا اللي تقدروا تمشيو بها لاي مستشفى وتستافدوا منها الخدمات التطبيب وكذلك الخدمات الصحيه بفرنسا، لانكم في وضعيه غير قانونيه. الدوله كتساعدكم بهاد لا كارت، يعني كتفيدكم بزاف. يعني هنا الا مشيتوا لهاد لا ميزون ميديكال غادي نحط لكم لادريس ايضا في صندوق الوصف، كيكون عندكم دليل بانكم زعما مشيت بقيتوا باش بعد 3 موا هما غيدفعوا لكم لا دوموند سون كو فو، يعني نتوما اللي غديروا لا دوموند، يعني هما كيتكفلوا لكم بكل شيء، كيديروا لكم ديك لاسيستونت سوسيال كتاخذ لكم معلومات عنكم. خصكم تكون عندكم وثيقه مثلا جواز السفر ديال بلادكم ولا البطاقه الوطنيه ديال بلادكم ولا عقد الزياد، المهم كيخصهم واحد الوثيقه باش يعرفوا المعلومات عليك، كيديروا لك ان دوسي ابخي 3 موا كي هما اللي كيديروا لكم الدوموند اوبري دو لا سيكوريتي سوسيال في لا فرانس، وهما لا فرانس كتتاكد بانك تابا دو ريسورس، يعني وليت كتاكد بانك تابا فريمون دو ريسورس، يعني ما عندكش شي ماده يعني مداخيل تقدر تداوي بها الا شافوا ما عندكش ما ريسورس، كيعطيو لكم هاد لا كارت. لان نعرف مزيان انا في اوروبا ان التطبيب اللي شير اللي ما عندكمش لا ميتويل، يعني بهذه الطريقه تقدر تستافدوا. يعني انا كنتكلم دائما عن منطقه ليل شمال فرنسا، يعني اللي في باريس ولا في مدن اخرى يمشي يسول لي زاسوسياسيون الخاصين بلي زيترونجي، يعطيهم معلومات حول هاد ليد ميديكال دو ليتا، ولكن هي الاساس خص تبين بلي بروف انك 3 موا سور لو سول فرونسي. ويقدر الواحد كذلك يمشي لكروا روج، حتى لكروا روج تقدر الا ما عندكش ادريس كدير طون ادريس على لكروا روج في انتظار ان يكون لك زعما ادريس باش يكونوا كاع المراسلات ديالك لا ليت خيتو كتمشي يمشيو على داك المكان اللي درت فيه الادريس، اما دير على لي زاسوسياسيون اما كدير على الكروا روج، يعني حتى لا ميتيال باش تاخذ ليت ميديكال دو ليت كيقبلوا الا درت العنوان ديالك على اسوسياسيون، لان عارفين بان الاشخاص في وضعيه غير قانونيه يعني صعيب باش يلقاو عنوان مستقر، يعني ولا كنت كتبقى عند شي شخص هو اللي دار لك ايبرجومون يقدر هو الشخص يعطيك لي بيرج يعطيك الفوتوكوبي ديال لاكارت ديالو والعنوان ديالو كتبين بانك ساكن عنده. وكيشوف بعض الاحيان الاشخاص ما كيبغوش يعطيو هاد ما كيبغوش يعطوك العنوان ديالهم، يعني احسن تقدر تسكن عند شخص ودير الدوميسياسيون على اما الجمعيه اما لكروا اوج.
يعني هذا بالنسبة للأشخاص كما قلت اللي في وضعية غير قانوني، وكذلك الطالب اللجوء اللي في الأول اللي كيوضعوا يعني الملفات ديالهم مازال ما تقبلوا، هما كيستخدموا هاد الخدمات تاع هاد لا ميزون ميديكال، هاد الميدسان سوليداريتي لي، يعني أطباء كيتطوعوا كيجيو تما، وديزانفيرمي وكيستقبلوا زعما أحسن استقبال، ولي سوا زعما مزيانين، كيعطوك حتى أدوية مجانا الأدوية اللي عندهم. وهناك انفيرميير، يعني حتى الا كان انسان فيه يعني جروح ولا يقدر يداوي تما، دونتيست، يعني حقيقه مزيان كيستقبلوا الناس مزيان، وكتساعد بزاف هاد الاشخاص خصوصا اللي في وضعيه غير قانونيه، لان ليس لهم مداخل، كيكونوا في وضعيه يعني حقيقه دو بريكاريتي، كيساعدوهم بزاف. وانا كما قلت دائما كنتكلم على منطقه ليل، يعني الاشخاص اللي في مناطق اخرى يمشيو يسولوا هاد لي زاسوسياسيون نتاع لي زيترونجي، دغوا دي زيترونجي تو، ولا دوموندور دازيل، هما كيعطوكم جميع المعلومات الخاصه، وكيساعدوكم باش تعرفوا الحقوق ديالكم، حتى لو لم تكن يعني لكم اقامه قانونيه، الاشخاص عندهم حقوق هنا في اوروبا من خلال ما يسمى حقوق الانسان، يعني هما كيعطيو الحق للاشخاص خصوصا في التداوي. يعني هذا هو اللي بغيت ندير انا هذا الفيديو، باش خصوصا الاشخاص في وضعيه قانونيه يقدر يستافدوا كثير، لان كثير الاشخاص كيكونوا ما عارفينش معلومات، ما كيعرفوش الحقوق اللي عندهم، يعني بهذه الطريقه يقدر الواحد يستافد الى حين ان شاء الله يربي يفرج عليه وياخد اقامه قانونيه ديالو. يعني هنا أمه باش الشخص يلقى باش يداوى، خصوصا اننا كنا يعني معرضون للامراض، واخا مرض بسيط راه باش تشري الادويه والتداوي في اوروبا راه شاغ، الا ما عندكش الميتيال، هاد يعني هاد لاكارت ميديكال كتلقاها في جميع الدول الاوروبيه بحال بلجيكا بحال فرنسا، كي يعني كيعطيو الحق للتداوي حتى لو لم يكن يعني الشخص ليس له اقامه قانونيه. المهم هذا هو كان موضوع هذا الفيديو، نتمنى ما تبخلوش عليا بالبارطاج واللايكات، وتبارطاجوه باش يستافدوا منه مجموعة من الأشخاص خصوصا الذين بدون إقامة قانونية بفرنسا. وأتمنى لكم دائما التوفيق، وإن شاء الله يسهل الله الأمور لجميع الأشخاص سواء المقيمين غير القانونيين أو الآخرين، يعني باش الشخص يكون يعني بإقامة ديالو القانونية ويرتاح من يعني مشاكل الوضعية غير القانونية. ونتمنى انكم يعني ما تبخلوش عليا باللايكات، وتستافدوا وتشتركوا في قناتي اذا كنتوا اول مره يعني تشوفوا قناتي، تشتركوا بالضغط على الزر الاحمر صابوني. والى اللقاء في فيديو جديد، وشكرا دائما على تشجيعاتكم.